التقنية حولنا وأصبحنا نراها في كل مكان، واليوم باتت هي مصدر إلهامنا كسعوديين. ويعزز هذا الإلهام التحول الرقمي الذي تشهده العديد من القطاعات، حيث تساهم التقنية بشكل رئيسي في تبني نماذج أعمال مبتكرة في الصحة والتعليم والصناعة والنقل والمالية والاتصالات والخدمات الحكومية وغيرها من القطاعات. تزامن مع ذلك نمو غير مسبوق للسوق التقني في المملكة ليصبح أكبر سوق تقني في المنطقة، ومن المتوقع أن يصل حجمه في عام 2025 إلى 103 مليارات ريال سعودي. وللبرمجيات دور هام ومحوري في تعزيز هذا التحول الرقمي وخلق نماذج أعمال اقتصاد رقمي، كما أن البرمجيات تساعدنا لتعظيم الاستفادة من التقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، تقنيات السجل الموزع وسلسلة الكتل، التقنيات المدمجة والواقع الافتراضي، الطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها. وتواكب البرمجيات عددا من التوجهات الحديثة مثل البرمجة بلا أكواد ومايكرو سيرفيسز والبرمجيات مفتوحة المصدر، لتصبح البرمجيات اليوم القلب النابض للتقنية. لذلك نرحب بكم اليوم في منتدى التقنية الرقمية في نسخته الثالثة تحت عنوان برمجيات رائدة لاقتصاد رقمي مزدهر، والذي يسلط الضوء على تمكين سوق البرمجيات والبرمجيات وأثرها في تنمية الاقتصاد الرقمي وفرص ومستقبل البرمجيات، لتكون المملكة العربية السعودية مركزاً رقمياً عالمياً.